معنا من تونس مفادنا إبراهيم حسناوي. إبراهيم، أوجز لنا هذا النهار، وهل فضت هذه التظاهرات من شارع الحبيب بورقيبة؟ نعم كارولينا، هذا اليوم في تونس كان مليئا بالأحداث، كان مليئا بتصريحات من مختلف الأطراف. بالفعل المظاهرات التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة هذا الصباح انتهت، غادر سواء المؤيدون لقرارات الرئيس قيس سعيد أو المعارضون له شارع الحبيب بورقيبة بعد وقفة طالت لمدة تجاوزت الثلاث ساعات. هذه الوقفة الاحتجاجية بدأت منذ الصباح بعد أن دعا إليها مجموعة من النشطاء والشخصيات المعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في 25 يوليو الماضي. توافد العشرات إلى تلك المنطقة، إلى ساحة المسرح البلدي، قبل أن يتجمع المئات في الجهة المقابلة بشكل عفوي. وهذا الأمر اللافت كارولينا أنهم تجمعوا بشكل لافت مرددين شعارات مطالبة بضرورة حل البرلمان في أسرع وقت ممكن، ومطالبين الرئيس بضرورة تنفيذ وعوده بتشكيل الحكومة والمضي قدما في إصلاحاته السياسية والدستورية. كانت هناك تعزيزات أمنية مكثفة حالت دون وقوع أي احتكاكات بين الطرفين. من جهة أخرى كارولينا، دعا الاتحاد العام للشغل هنا في تونس إلى ضرورة عدم تأجيج الشارع من خلال التحرك كالذي حدث اليوم. ربما تصريحاته تأتي ردا على دعوات المناوئين لقرارات قيس سعيد بالنزول إلى الشارع. في ثواني أريد الإشارة كارولينا إلى موضوع محكمة المحاسبات هنا في تونس. البعض يرى أن هذا القرار ربما يعد مدخلا قانونيا وقضائيا مهما جدا في إطار المضي في موضوع حل البرلمان، خاصة وأنه يتزامن مع تصاعد المطالب سياسيا وشعبيا بضرورة حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من تونس مفادنا إبراهيم حسناوي، شكرا جزيلا لك.